من قصة النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، حينما رأى الصحابة التأخر فناداهم: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. فعادوا في ترتيب صفوفهم وانصروا على أعدائهم. إنها دعوة لنا فنقول: يا أصحاب سورة البقرة، عودوا في هذا الزمن إلى سورة البقرة، عودوا إلى تأمل سورة البقرة، عودوا إلى تطبيق سورة البقرة، حتى تعود الأمة أفرادا وجماعات إلى عزتها وإلى قوتها وإلى صدارتها التي كانت عليها. يا أصحاب سورة البقرة، عودة ورجعة صادقة وتأملا في هذه الصورة، قراءة تدبرا وحفظا وعملا، حتى ننجو بإذن الله عز وجل، وتحل سكينة في بيوتنا وفي أنفسنا وفي دولنا وفي أوطاننا، وتعتز الأمة بإذن الله عز وجل بما أعطاها الله عز وجل، ويتحقق لها الاستخلاف الحقيقي الذي أراده الله سبحانه وتعالى.